السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رب تكونوا دايما بخير. نقدم لكم أسعار الدولار والعملات في مصر اليوم الجمعة 13/10/2023 من قناة أنا وحياتي. أسعار الدولار والعملات في البنوك، أسعار الدولار والعملات في السوق السوداء فضلا وليس أمر. أتمنى دعمكم لقناتي أنا وحياتي باشتراك ولايك. أولا أسعار الدولار والعملات في البنوك وسعر الدولار في السوق السوداء كما ذكرت موقع التواصل الاجتماعي. سجل الدولار اليوم في البنوك 30.95 جنيه، سجل الريال السعودي 8.25 جنيه، الريال القطري شراء 8.50 جنيه، سجل الدينار الكويتي 100.13 جنيه، دينار أردني شراء 43.60 جنيه، درهم إماراتي 8.43 جنيه، الجنيه الاسترليني 38.5 قروش، واليورو سجل 32.87 قروش. أسعار الدولار في السوق السوداء كما ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي ارتفاع كارثي لسعر الدولار في السوق السوداء، يعني تخطى 42 جنيه و40 قرش. الشراء سجل 41.41 جنيه، والبيع سجل 42.40 جنيه. بشكر حضراتكم جدا دايما يا رب في خير. وفي الختام دايما أسأل الله لكم الخير كله يا رب، عاجله واجله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.